انا عايزه اقول ان انا صابرين مواطنه مصريه انتخبت ويجب على كل مواطن مصري ان بجد ينزل ينتخب لان كلنا زائلون ومصر هي الباقيه. يعني لازم كل واحد فينا يقول رايه بشكل مهم جدا لان الانتخابات دي هشد عليها التاريخ لينا، يعني احنا جيل هيؤرخ في التاريخ ان احنا نقلنا مصر من مرحله لمرحله. فعلى كل مواطن مصري النزول فورا للانتخابات، قدامنا يوم، ارجوكم ارجوكم تنزلوا. شكرا.